كل سنة وانتم طيبين أعزائي المشاهدين، وكل سنة وكل الأمة الإسلامية بصحة وسعادة وخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. النهاردة لقاء متجدد من برنامجكم قضايا وأسرار. قضايا وأسرار زي ما تعودنا هو برنامج بيسلط الضوء على أهم وأغرب وأجرأ القضايا في الساحة. جات لنا رسائل كتير وجات لنا اتصالات كتير بخصوص حلقة مهمة جدا، هي حلقة الجريمة الإلكترونية. هنركز النهاردة، حلقتنا هيكون موضوعها الجريمة الإلكترونية وتبعيتها، إزاي نقدر نحمي نفسنا من الجرائم الإلكترونية، إزاي نقدر نحمي نفسنا من الاختراق. الجريمة الإلكترونية قلنا إنها جريمة، جرائم عبر الحدود، ليس لها مكان معين وليس لها زمان، هي جرائم العالم الافتراضي. جرائم العالم الافتراضي لأنها بتتعامل، لأننا كلنا بنتعامل مع شخصيات مجهولة الهوية غير موثوق فيهم، مش أي حد فاتح صفحة على الفيس وكاتب بيانات معينة أيا كانت هو مسجل البيانات دي، سواء ممكن يكون مسجل نفسه من ضباط أعضاء وكلاء نيابة، أيا كان الصفة اللي هو بيتعامل بيها، هو بيتعامل بشخصيات وهمية وأنت ليس عندك الثقة والتأكيد بأن هذا الصفحة أو هذا الأكاونت حقيقي. في صفحات كتير مفبركة. طيب الجريمة الإلكترونية بتبدأ بالابتزاز وبعدين بتنتهي في النهاية لجرائم أخلاقية. طيب الابتزاز هو إيه؟ الابتزاز هو نوع من أنواع التهديد أو الترهيب، إما بنشر صور للشخص المبتز أو مواد فيلمية، فيديوهات، بيكون يا إما مقابل مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة. طيب إزاي بيتم تصيد هؤلاء الضحايا؟ إزاي يقدروا يحموا نفسهم من الاختراق؟ إزاي يقدروا يحموا نفسهم من التشهير الإلكتروني والابتزاز الإلكتروني؟ النهاردة هنبدأ حلقتنا وهنركز على مجموعة من النصائح لكل المشاهدين، وإحنا بنخص لأن معظم الرسائل اللي جت لنا كانت من أولياء أمور بيقولوا إزاي نحمي أولادنا، إزاي نحمي أبنائنا من الاختراق. وبما أن كل الأطفال في سن المراهقة تعاملوا دلوقتي بالتكنولوجي، وأهم حاجة هو يعتبر الـ 24 ساعة ما بيسيبوش سواء الفون أو التابلت، بيستخدموه في كل شيء. معظم الرسائل اللي جت من شخصيات متعددة، في ناس اتعرضوا للابتزاز، في ناس عايزين يحموا أولادهم، في ناس عايزين يعرفوا إزاي بيتم الاختراق، إزاي بيتم الابتزاز. طيب أهم النصائح اللي احنا ممكن نسلط عليها الضوء وممكن كلنا بلا استثناء ممكن نقع فيها، هي أول حاجة رقم واحد، ممنوع الاتصال تماما بأي شبكة واي فاي مفتوحة بدون أي رقم سري. ممنوع عدم استخدام أي وصلة شاحن من أي حد مجهول الهوية بالنسبة لك، ما تستخدمش أي وصلة شاحن منه. تجنب فتح أي روابط بتنتهي، يا ريت نركز في النقطة دي مهمة جدا، أي رابط لا ينتهي صيغته بي إن جي أو IBNG، دي روابط مهكرة ممنوع إن أنت تفتحها، لأن بمجرد إنك بتفتح أي رابط بينتهي صيغته لا ينتهي صيغته بالحروف دي بتكون بتعرض نفسك للاختراق. لو ظهر لك أي رابط أو أي إعلان خاص بمشاكل في البطارية أو التخلص من الفيروسات، ممنوع الضغط عليه تماما. كل دي بتبقى تحايل من الهاكرز لاستدراجك لانه يستخدم الرقم السري بتاعك او يستخدم بياناتك الشخصية. اي رابط لا ينتهي بدوتكم برضو تجنب انك تفتحه. في حاجة مهمة جدا 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 معظمنا كنا بنقع فيها، ان ممكن نكون بنتصفح اي موقع وفجأة يقوم الموقع ده يقفل، وبعدين يظهر لنا على الشاشة صورة
صورة زي الفيسبوك بتاعك، بس للأسف دي بتكون فيسبوك وهمي. الهاكرز دايما بيستخدم اسلوب اسمه الفيشنج، التصيد ده. هو بيتصيد الضحية بتاعته ازاي؟ ان هو بيرسل له روابط وهمية. الروابط دي بمجرد ما اي حد فينا هيسجل الرقم السري بتاعه وهيكتب البريد الالكتروني بتاعه، كده كل بياناتك على صفحتك تم اختراقها، كل معلوماتك تم اختراقها. فيا ريت لو ظهر لك اي الرابط ده او الصورة اللي هي بتاعت الفيسبوك اللي هي اللي احنا بنشوفها اللي بتظهر لينا كلنا، تجنب انك تدخل فيها الرقم السري او تدخل فيها البريد الالكتروني او تدخل اي بيانات شخصية ليك. طيب، اللي محكمة النقد المصرية أصدرت حكم مهم جدا في الفترة الأخيرة بخصوص جرائم التهديد بإفشاء صور للمجني عليهم أو الضحايا. الحكم كان بيقول إن يكفي في الإدانة، الحكم بالإدانة، ثبوت أن خط التليفون الخاص بالمتهم يكون يخصه هو، ولا يشترط معرفة الحائز أو المستعمل لهذا الخط. وده حكم مهم جدا علشان نقدر نحمي نفسنا من الوقوع في جرائم التصيد لاختراق الفيسبوك. دلوقتي احنا فيه هنعرض لأغرب وقائع الابتزاز عبر السوشيال ميديا. هي واقعة للأسف. انا عن نفسي مش قادرة اصدق ان انا هتكلم فيها. واقعة لا يصدقها لا عقل ولا دين ولا اي شيء. الواقعة بتقول ان ابن بيهدد والدته بنشر صور خادشة للحياء والدته في مقابل انه بيساومها على التنازل على الميراث وان هي تمضي على مستندات، وبالفعل خلاها مضت لانها خافت من التهديد. الست جالها حالة من الانهيار النفسي ان ابنها ازاي يعمل فيها كده، ازاي يعني. احنا بنسمع دلوقتي ان حاجات غريبة جدا عن الابتزاز، ممكن زوج يهدد زوجته. بس مهما كانت العلاقة بين الزوج وزوجته ممكن بيحصل فيها خلافات، سواء خلافات مادية اي نوع من الخلافات، لكن لما ابن يهدد امه هنا الكارثة. المفروض ان دي امك، فيعني ازاي جالك قلب انك تهدد امك بنشر صور خادشة للحياء مقابل المال؟ طب المال هيفيدك في ايه في الاخر؟ فده من اغرب وقائع الابتزاز عبر السوشيال ميديا. وبالفعل قام بطردها. هل الواقعة دي ليست واقعة اخلاقية وليست واقعة ضد قيم المجتمع؟ يعني نقدر نقول ان الجريمة الالكترونية بتؤدي في النهاية للاعتداء على قيم المجتمع. وفاصل ونرجع لكم تاني. شكرا لكم. بعد الفاصل مع برنامجكم قضايا واسرار، وبنرحب بضيفنا الكريم استاذ عبد الرحمن سالم خبير السوشيال ميديا. اهلا وسهلا يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟ اهلا، الحمد لله تمام. استاذ عبد الرحمن، مبروك الاول على البرنامج الخاص بيك اللي هو الجديد السوشيالجي، وبرنامج رائع فعلا، واحنا اقتبسنا من حضرتك بعض المعلومات وهنكمل عليها ان شاء الله. ده شرف لينا، وعايز اقول احنا كلنا بنأدي رساله واحده وبنكمل بعض، فانا شرف ليا ان انا متواجد مع حضرتك النهارده، وموفقه دايما باذن الله. في نقطه مهمه جدا اعلاميا انا يعني بشوفها من الناحيه السلبيه قوي، ان احنا مش لازم نسلط الضوء عليها اعلاميا. زي مثلا مؤخرا قضيه حنين حسام واللي هي اللي ابهم، والشخصيات اللي هي كتير اللي طلعت اخذت احكام الجرائم اللي هي اللي منتشره على تيك توك، واللي وجرائم الفجور واللي والدعاره اللي هي الالكترونيه كده. انا من وجهه نظري هم هيتحكموا، واحنا اعلنا مثلا الاعلام قام بدور ان هو عرف المجتمع نوع الجريمه اللي حصلت وازاي تم الابتزاز منهم
للضحايا، وازاي وقائع الجريمه حصلت ازاي، ووعينا المجتمع ووعينا البنات والشباب ان هم يتجنبوا مثل هذه الوقائع. وبالفعل تم القبض عليهم وبتم التحقيقات معاهم، وبالفعل في منهم اخذ احكام وصدرت احكام نهائيه، وفي لسه لم تصدر ضدهم احكام نهائيه. للاسف بقى الاعلام هنا بيقوم بدور من وجهه نظري انا دور سيء جدا. البنات دي يكفي ان احنا نقول اسمه. ليه اعلاميا بنحب دايما كل المواقع الاعلاميه بيعتبروها اخبار حصريه وهتحقق نسب مشاهده عاليه جدا بان هم بينشروا صور البنات دي، بمجرد ان البنات دي ممكن بمجرد انها تاخد حكم فعلا تتعاقب وهتخرج بعد كده هيمارسوا حياتهم الطبيعيه، ممكن بالعكس يبقوا افضل من بنات تانية كتير قوي بعد ما ياخدوا عقوبتهم ويحصل لهم تاهيل نفسي وتاهيل تربوي. فانا هنا شايفه رساله الاعلام هنا الدور السلبي اللي هي بتقوم بنشر صورهم. ايه راي حضرتك في الناحيه السلبيه هنا؟ طيب خليني هنا اتكلم الاول ان الفتره الاخيره مباحث الانترنت بتقوم بدور رائع الحقيقه في انها بدات تاخد اجراءات قانونيه واجراءات صارمه ضد كل من تسول له نفسه ان هو يبث اي محتوى ممكن المحتوى ده يعني من شانه ان يعني يطول اخلاقنا اللي احنا اتربينا عليها في كل بيوتنا المصرية. مادة الأدهم وحنين حسام وهدير الهادي وغيرهم كتير من الناس اللي ابتدت إنها تستثمر التيك توك علشان تحقق أرباح شهرة مالية. أو تحقق أرباح مالية، ويمكن أنا أشرت لده في أكتر من مرة. هنا لازم نبرز دور مباحث الإنترنت، فلازم بالفعل نعلن عن كل جديد احنا بيحصل. نعلن بس نتجنب الصورة. ولكن احنا هنا بنقول ايه؟ بنقول رحلة البحث عن الترند او عن الحاجة اللي بتجيب نسبة مشاهدة عالية. للأسف بعض الأشخاص الشباب الجديدة اللي بتعمل في مجال الصحافة او بتعمل في مجال الإعلام بيحاولوا ان هم يتدخلوا في الأمور الشخصية اللي تخص هؤلاء للأسف. البنات. يعني خلينا نقول انا بكتفي بان انا اعرف ايه اللي تم في الواقع القضيه دي، ايه الواقعه اللي حصلت وازاي الدوله ابتدت انها يعني ترد على هذه الواقعه، لكن ما يهمنيش ان انا اعرف معلومات شخصيه عن اسرتها، عن المكان اللي هي ساكنه فيه، اي حاجه شخصيه عنها ده انا برفضه تماما. مش من حق اي حد ان هو يبتدي يفتش في ماضي اي حد او في حياته الشخصيه، لكن من حقنا كلنا على الدولة ان الدولة تقول لنا هي عملت ايه علشان تكافح الجريمة اللي احنا بنشوفها دلوقتي. بس انا هنا عايز اقول حاجة، ان مودة الادهم وحنين حسام وهدير الهادي وغيرها كتير من البنات انا مش محتاج ان انا انشر صور ليهم على الانترنت كوسيلة اعلامية، لان هي بالفعل اصلا الوسائل الاعلامية موجودة. انا عايز اضيف هنا نقطة، ان بعض القنوات تخجل من إذاعة بعض الفيديوهات، فهنا بنقول إيه؟ إن هم نفسهم اللي بيبصوا احنا نعمل لها حد صمم. بالفيديوهات دي، لأن زي ما بقول إيه إن البنات دي هياخدوا عقوبتهم وهيحصل لهم تأهيل نفسي وتأهيل تربوي وهيخرجوا وهيمارسوا حياتهم الطبيعية. ما هو أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، هناك فرق شديد ما بين إن أنا بنت اتسرب لها بعض الصور الشخصية على صفحات التواصل الاجتماعي بدون معرفتها وبدون علمها، وإن واحدة تجهر وتحتفي بهذه الصور اللي تدل على الثراء الفاحش او انها عندها اللي مش عند غيرها من البنات. فده بالنسبه لها ده هي شايفه ان ده مش حاجه سلبيه، بالعكس ده في بعض المكالمات الموثقه الصوتيه اللي بين بعض الناس البلوجر اللي على الانستجرام والتيك توك بيتفخروا بانهي اكتر واحده الصوره بتاعتها جابت لايك، انهي اللي كانت الصوره بتاعتها من وجهه نظرهم يعني مع تحفظي للالفاظ اللي احنا بنقولها، انهي الصوره بتاعتها جذابه شويه، انهي الصوره بتاعتها بتجذب الناس. يعني مش عايز اللفظ يخني او ان انا اقول اي لفظ ممكن يخدش حياة اي حد قاعد بيتفرج علينا، لكن في كتير جدا منهم بيتفخروا بس بشكلهم، بشكل جسمهم، بشكل ملابسهم العارية، فده بالنسبة لهم هم موافقين عليه تماما. هم بيعتبروها كتجارة، كنوع صحيح من التجارة. تحقق أربع بالظبط. استأذن حضرتك معانا مكالمة دخل تفضل التليفونية. أيوة أهلا وسهلا دكتور رضا بيومي. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا، إزاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك دكتورة ربو، شرفتنا.
اهلا بحضرتك وبرحب بضيفك الكريم الاستاذ عبد الرحمن. اهلا وسهلا دكتور. النهارده يا دكتور موضوع حلقتنا وصل لنا رسائل كتير جدا خاصه بحلقه الجريمه الالكترونيه، ووصل لنا توصيات من اولياء الامور بان احنا نستكمل الحديث في الجرائم الالكترونيه وتبعياتها وصولا للجرائم الاخلاقيه. احنا هنا هل في قوانين او تعديلات جديده خاصه بالجرائم الالكترونيه؟ في الحقيقه موضوع الجرائم الالكترونيه اللي انتشر مؤخرا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي امر في غايه الخطوره، وظن كتير قوي من الناس من اصحاب الشهوات ان هم احرار في عقولهم واجسادهم يتصرفون كيفما يشاؤون ويعملوا كل ما يريدون. في الحقيقه هذه الجرائم من الخطوره بمكان وتضر بقيم المجتمع، والمشارع عندنا في مصر مؤخرا ادرك خطوره هذه الجرائم الالكترونيه، فجاء القانون 175 لسنه 2018 ليجرم هذه الجرائم ويضع عقوبات رادعه لكل من تسول له نفسه الاعتداء على قيم واخلاق المجتمع. على سبيل المثال نجد نص الماده 25 من قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات، ده بيجرم الاعتداء على حرمه الحياه الخاصه والمحتوى المعلوماتي غير المشروع كنشر الفيديوهات اللي انتشرت مؤخرا وما الى غير ذلك من الافعال الضاره. في يا دكتور بعد اذن حضرتك في تعديل خاص بقانون العقوبات بشان اخفاء بيانات الضحايا المعتدى عليهم بالنسبه لجرائم الابتزاز؟ نعم دي حقيقه، وده امر جيد يحمد ليه لمجلس الوزراء. مؤخرا صدر مشروع قانون او وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات. المشرع ادرك خطوره ان البعض ممن يتم الاساءه اليهم يخشى او يخاف ان يبلغ عن هذه الجرائم، وبالتالي جاء نص المشرع في هذا الامر ان يكون لقاضي التحقيق لظروف يقدرها عدم اثبات بيانات المجني عليه. ليه بقى؟ لان احنا شفنا مؤخرا ان كتير جدا من الفتيات او حتى بيخافوا يعلنوا عن الواقع خوفا من الفضيحه، خوفا من الاسره، خوفا من معرفه بياناتهم. اللي انا عرفته كمان ان صدر قانون حديث بشان بيجرم عدم نشر اي بيانات خاصه للغير، سواء مثلا لو النشر ده تم على صفحات الفيسبوك، تم عبر الجرائد، اي نشر لاي بيانات خاصه تخص اي حد بدون رضا ده القانون اصبح بيجرمه حاليا، وهو قانون تجريم حرمه البيانات الخاصه لاي شخص. مؤخرا منذ ايام قليله صدر القانون 175 لسنه 2020 المتعلق بحمايه البيانات الشخصيه. في الحقيقه القانون ده مهم للغايه، كذلك قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات في الماده 25 اللي بيجرم نشر اي معلومات سواء كانت صحيحه او غير صحيحه. يعني لا يحق لاي انسان من كان انه ينشر معلومات تتعلق بالاشخاص حتى لو حقيقي، يعني معلومات شخصيه، بيانات، صور، محادثات، كل هذه الامور مجرم نشرها تماما. البعض بيعتقد ان هو حر عن طريق استخدامه للسوشيال ميديا انه ينشر ما يراه وما يحلو له، هذا الامر لا يجوز على الاطلاق. خلينا نقول ان في ضوابط للنشر يجب الالتزام بها، الانسان مش ليست لديه الحريه الكامله ان ينشر ما يريد وان يفعل ما يريد، الحريه مسؤوليه، هناك ضوابط يجب الالتزام بها وضعها القانون، وهناك ضوابط اخلاقيه ايضا يجب على الجميع ان يلتزموا بها. يعني لما يجي ينشر اي انسان اي معلومات عن طريق مواقع الانترنت يجب ان تكون هذه المعلومات تتصف بالصدق، ان تكون هناك مصداقيه، كذلك عدم الاضرار بسمعه الاخرين والالتزام بالضوابط القانونيه وعدم الاخلال بالنظام العام. خلينا نلقي نظره سريعه على نص الماده 25 من قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات اللي وضعت عقوبات بتقول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته
أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقتي. علشان كده قلنا الجريمة الإلكترونية بتنتهي في الآخر إلى الجريمة الأخلاقية. هستأذن حضرتك أستاذ عبد الرحمن، عايزة حضرتك تعقيب من حضرتك على الكلام اللي دكتور رضا بيقوله بالنسبة إزاي خصوصا بعد انتشار التكنولوجي، إزاي نجنب الأطفال والأطفال المراهقين اللي هم دلوقتي يعتبر التابلت أو الفون 24 ساعة في إيديهم، إزاي نجنبهم مخاطر هذه التكنولوجيا ومخاطر الاختراق. طيب خليني هنا أحيي دكتور رضا طبعا على كل المعلومات الثرية اللي أضافها للسادة المشاهدين، وأقول هنا إن التكنولوجيا زي ما فيها أشياء سلبية كتير فيها أشياء إيجابية، ومسيرة التكنولوجيا دايما بتحاول أنها تكافح كل ما هو جديد قد يضر بصحة طفل أو مراهق. طب هنا بنقول إيه بقى؟ إن إحنا عندنا تطبيق اسمه فامي سيف، او يعني ده اختصار لفاميلي سيف، اللي هو التطبيق ده بيكون له دور في الرقابه الابويه على الطفل او المراهق. ده تطبيق ممكن نحمله كلنا من على البلاي ستور اسمه فامي سيف. التطبيق ده بيعمل ايه؟ ببتدي ان انا انزل التطبيق ده على التليفون او الايباد الخاص بالطفل او المراهق، وبنزله على التليفون الخاص بالأب أو الأم. من خلال التطبيق ده بيقدر الأب أو الأم يعملوا إيه؟ يقدروا يتحكموا تحكم كامل في التطبيقات المتواجدة على تليفون الطفل. بمعنى إيه؟ إن هو مثلا ممكن يشغلوا الماسنجر ساعة واحدة في اليوم، بعد كده يعني هنا التطبيق رقابة من ولي الأمر نفسه على بالزبط. استخدام يقدر يقدر يعمل ايه تاني؟ يقدر في اي وقت الطفل متواجد بره يقدر يفتح التطبيق، يحدد اللوكيشن اللي الطفل متواجد فيه، يعني اصبح ان هو بيعرف مكان الطفل ده موجود فين، او لو بنت مثلا مراهقه واهلها حابين يطمنوا هل هي في الجامعه ولا في ولا بره الجامعه ولا بتخرج مع اصحابها، يقدروا يحددوا المنطقه اللي هي متواجده فيها، يقدروا يحددوا كمان منطقه الجامعه او المنطقه اللي هي رايحاها. اول ما توصل يبتدي الابلكيشن ده يدي زي اشعار انها وصلت، يقدروا يتحكموا في كل، يشوفوا كل رسائل الماسنجر، يقدروا يشوفوا كل المواقع اللي الطفل او المراهق بيدخل عليها. بمعنى اصح ان كل حاجه بتحصل على تليفون الطفل او المراهق بيقدر ولي الامر ان هو يشوفها. مش كده وبس، لو الطفل مثلا محتاج يلعب جيمز معينه ممكن يفتحها له عدد وقت معين في اليوم. وخصوصا ان العاب خطيره جدا من اجل صحيح الانتحار في النهايه. بالظبط. احنا كلنا عارفين ان النت، او بالنسبه للناس البسطاء عارفين ان النت هو مواقع السوشيال ميديا اللي هو الفيس والانستا والتويتر والحاجات دي، لكن للاسف في ما هو اخطر، برغم ان بيتم جرائم خطيره جدا على المواقع البسيطه دي، لكن في ما هو اخطر من شبكه النت اللي هي بتمثل 5% او شبكه النت العاديه. بيندرج تحتها شبكه اسمها ديب ويب ودارك ويب. دارك ويب. طيب قبل ما نتكلم في الجزئيه دي بس عايز ابص لحضرتك وللساده المشاهدين بشرة أمل بالنسبة لمجال السوشيال ميديا. نحن عندنا خبر بتاريخ 19/5/2020، وأعتقد التاريخ ده قريب مش بعيد، يعني ما كملناش بضعة أسابيع. بيقول إيه الخبر ده؟ قضت الدائرة الرابعة بمحكمة طنطا الاقتصادية برئاسة المستشار محي الدين مصطفى بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 5000 جنيه، لإيقاف التنفيذ و100 ألف جنيه غرامة بحق متهم باختراق حساب على موقع تواصل اجتماعي فيسبوك. ومن هنا بنقول ان ده اول مرة يحصل ان يحصل حكم وغرامة على سرقة حساب على الفيسبوك. يعني تخيل حضرتك دلوقتي اتسرق حساب منك على الفيسبوك، حد اخترق الاكاونت بتاعك وسرقه، لو انت قعدت مكانك حقك مش هيرجع لك، لكن الشخص اللي حصل معاه كده لجأ للقضاء والاول مرة يصدر حكم بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه على اللي سرق الاكونت ده. وده نتيجة ان انتشار الجرائم في الفترة الاخيرة على شبكات الانترنت. صحيح. احنا عرفنا ان شبكة الدارك ويب هي تعتبر من اخطر الشبكات، لان بيتم عليها يعتبر 95% من الجرائم، اللي سواء اخلاقية، جرائم بيع الممنوعات، جرائم الاسلحة، جرائم تجارة الاعضاء. في غرفة اسمها ريد روم على الشبكة دي
يعني انا ضد الانسانيه، بغض النظر ان كل الجرائم دي طبعا ضد الانسانيه، بس هنا هما في الغرفه دي بيحاولوا ان هما عمليات اختطاف الاطفال بهدف تعذيبهم بمقابل مادي. المقابل المادي هنا طبعا بيكون عمله اللي هي البيتكوين. البيتكوين هما بيستخدموا العمله دي علشان هي عمله مشفره وصعب الوصول ليها. صحيح. طيب عايزه حضرتك بقى تشرح لنا باستفاضه الدارك ويب للناس اللي هي ما تعرفش يعني ايه دارك ويب، طب ازاي يحموا نفسهم من الدارك تمام ويب. خلينا هنا نقول للساده المشاهدين معلومات لاول مره قد يسمعها البعض من اللي بيشوفنا دلوقتي. اول حاجه ان الانترنت اللي احنا بنستخدمه كلنا من خلال متصفح فايرفوكس او جوجل كروم او اي متصفح احنا بنستخدمه يوميا، كل ما تصل اليه هو ليس الا حوالي من 5 لـ 10% من الانترنت المتواجد في العالم. طب ليه احنا دايما بنستخدم المتصفحات دي؟ لان احنا بنسمي ده الكلير ويب. يعني ايه الكلير ويب؟ يعني الانترنت الامن، الانترنت النظيف اللي عليه رقابة. عليه رقابة ازاي؟ بان اي حاجة احنا بندخل عليها من خلال المتصفحات دي، مزود الخدمة اللي انا واخد منه الانترنت، على سبيل المثال لو انا مثلا واخد الانترنت من مصرية للاتصالات، فهي بتكون ملمة بكل حاجة انا بدخل عليها عن طريق الاي بي بتاعي. اي حد ممكن يتعرف على مكاني عن طريق الاي بي ده، اللي هو الكلير ويب اللي احنا كلنا بنستخدمه. في بقى حاجة ما هو اعمق من ده، اللي هو الديب ويب اللي احنا بنستخدمه، اسمه ايه؟ الكلير ويب، اللي هو الانترنت النظيف او الانترنت الامن او الانترنت السطحي. يعني معقول كل الانترنت ده حاجه سطحيه؟ للاسف هو حاجه سطحيه رغم كل الجرائم اللي بتحصل عليه. بالظبط. لا، هناك بقى ما هو ابشع، ولما نتعمق في الموضوع ممكن البعض يقول ان ده محض خيال، ان الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كلام مش موجود. استاذن حضرتك، احنا مضطرين نطلع فاصل ونرجع نكمل موضوعنا. انتظرونا ورجعنا لكم بعد الفاصل ونكمل حديثنا مع أستاذ عبد الرحمن بخصوص الدارك ويب وخطورته. حضرتك دلوقتي ايه هو الجانب الاخر من شبكات الانترنت وخطورتها بالنسبة للدارك ويب؟ طيب احنا كده اول حاجة اتكلمنا عن الانترنت السطحي او الانترنت النظيف او الانترنت الامن اللي احنا كلنا بنستخدمه في بيوتنا. الجانب الاخر حاجه اسمها الديب ويب، وهو الانترنت. استاذن حضرتك، اتفضلي. رحله تليفونيه، انا اسف. اتفضلي. ايوه، مين معانا؟ الو الو الو، السلام عليكم. ايوه، دكتور عبد العليم، اهلا بحضرتك. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك، شرفتنا. اهلا بيكي، وارحب بحضرتك وبضيفك الكريم وبالاستاذ المشاهدين. والموضوع بصراحه جد خطير ومهم جدا لكل المصريين عموما، وخصوصا الاطفال والشباب والناس اللي هم يعني معتاد التعامل بالانترنت. حضرتك وجهة نظر حضرتك ازاي نقدر نحمي نفسنا من الاختراق الخصوصية عبر صفحات السوشيال ميديا؟ وهل دلوقتي لو وقعت الجريمة اللي هي جريمة التهديد او الابتزاز، مباحث الانترنت بتتعامل معها ازاي؟ والله مبدئيا حضرتك ننبغي علينا الاول قبل ما ندخل على العالم الافتراضي الغريب ده، اللي فيه حسنات كتير جدا وحاجات كويسه جدا، ولازم نواكب الدول ونواكب العالم ونفضل دايما في المقدمه واحنا بنتعامل مع الفيسبوك او السوشيال ميديا عموما. فلازم علينا ناخد حذرنا او احتياطنا واحنا داخلين لهذا العالم الافتراضي. في اولا ان احنا يعني ننبه على اولادنا او على المقربين مننا ان احنا ما نحطش اي معلومات خاصه غير مهمه او ما لهاش لازمه او مش محتاجينها في اي تعاملات على السوشيال ميديا عموما. طيب زي ما بقول لحضرتك، ازاي مباحث الانترنت بتتعامل مع الجريمه بعد وقوعها؟ والله حضرتك الاول الجريمه لما تقع على حسب هي الهدف منها ايه، او دايما الجريمه الالكترونيه بيكون هدف منها الابتزاز. بالظبط، هو في يعني بتبقى في الحبك المسرحي او ايهام الضحيه ان هو شخص ذات نفوذ او بيستخدم يعني كل وسائل التهديد والاقتراب، فيقدر يخدع الضحيه بتاعته ويبدا يتعامل معاه، فالضحيه يبدا يعني يبدا يامن له ويبدا يعني هنا مباحث الانترنت بتهتم فعلا بالوقائع دي
وفعلا يعني ممكن نقول رسالة قوية جدا من خلال هذا المنبر، ان مفيش اي حد يخاف واي حد يتعرض للوقائع دي عليه بالمبادرة فعلا بإبلاغ مباحث الانترنت لاتخاذ الإجراءات الفورية للحد من هذه الجرائم. يا فندم، هم طول ما حضرتك يعني قرحتي عندهم، هم بيبدأوا يتعاملوا، ياخدوا يتلقوا البلاغات ويبدأوا يتعاملوا بكل جدية طبعا مع كل البلاغات الموجودة. ألو؟ ايوه أيوه، فحضرتك هم موجودين، حضرتك رحتي، هم بيبدأوا يتعاملوا ويبدأوا يشوفوا مباحث الإنترنت، تشوف موضوع الشكوى إيه نفسه تمام. وتبدأ تفحصه بنشكر وتشوف حضرتك على هتتعامل معاه اتصالك. إزاي، وبتختلف من جريمة إلى أخرى. تمام، بنشكر حضرتك على الاتصال وشرفتنا. أستاذ عبد الرحمن، حضرتك كنا بنتكلم في موضوع خطير جدا جدا اللي هو شبكة الدارك ويب. احنا يعني نقدر نقول ان احنا تجاوزنا اللي هو الاول الديب ويب، الكلير ويب وبعدين خلص، لا خلاص الكلير ويب خلصنا دلوقتي بقى في الديب ويب. ده الخطورة بقى. بنقول ان الديب ويب ده بيمثل الجزء بقى الاكبر، اللي هو حوالي 90% من الانترنت اللي لا يعلم عنه احد. طب لا يعلم عنه احد ليه؟ لان الديب ويب ده بيحتاج بعض التقنيات وبعض المتصفحات الخاصة علشان نقدر ان احنا يعني مش أي حد نوصل. يقدر لا، مش اي حد يتعامل يقدر عليه. يدخل الديب ويب. ليه بقى؟ لان الديب ويب بيبتدي من الوهلة الاولى اللي انا ادخل فيها، لازم يكون اللي داخل حد متخصص علشان ما يحصلوش بعض المشاكل. لان لو حد غير متخصص من الوهلة الاولى اللي بيدخل فيها على الديب ويب، بيحصل اختراق تام للجهاز بتاعه، وده اللي ممكن يولد مجموعة من المشكلات. احنا هنا لسه بنتكلم فين؟ في في الديب الديب ويب ويب اللي هو الانترنت العميق، ولسه ما دخلناش في الدارك الدارك ويب. ويب. طب ليه بقى الديب ويب ده بيمثل الجزء الكبير ده، وايه استخدامه اصلا؟ الديب ويب ده مش مفهرس. يعني ايه مش مفهرس؟ يعني حضرتك لما بتدخلي جوه، اولا بيتم حجب هويتك خالص عن كل المواقع، حتى عن مزود الخدمة. يعني دايما احنا بنقول ايه، الـ API اللي هو مزود الخدمة اللي بيديك الانترنت، زي المصرية للاتصالات. في الكلير ويب بتبقى عارفة انت داخلة على ايه، اما لما بندخل على الديب ويب، من اللحظة الاولى بيتم تشفير الاي بي بتاعي، وبعدها بيتم تشفير هويتي اصلا، فما بيقدرش حد يعرف انا داخل على ايه، وحتى الحاجة اللي انا بدخل عليها بيبتدي معلوماتي يعني نقدر نقول ان شبكة الديب ويب تتغلف. دي عبارة عن شبكة بيتم من خلالها بداية تصيد الضحايا. لا، خلينا هنا بس نقول حاجة معلش عشان نكون دقيقين جدا في الوصف. الديب ويب عبارة عن محتوى احنا بندخل عليه، المحتوى ده مش بيسمح ابدا ان هويتنا تتكشف للناس. طب ده بقى بيدخل عليه ايه؟ بنلاقي عليه ارصده البنوك، السيستم بتاع الشركات، السيستم بتاع الحكومات، السيستم بتاع مخابرات الدول، السيستم بتاع اي كيان كبير. ليه؟ لان المعلومات كلها المتواجده جوه مشفره ومخفيه، صعب جدا الوصول ليها. عشان كده بيلجأ الشركات او البنوك لانها تنزل الداتا بيز نفسها جوه الديب ويب او الانترنت العميق. ليه؟ لان بيتم عمل عمليه تشفير تام لكل البيانات، لا حد بيعرف هويتي اللي انا داخل بيها، ولا حد بيعرف اصلا انا بتصفح ايه او ايه المتواجد جوه، الا في حاله واحده بس، ان يكون معاه الرابط بتاع الموقع او السيرفر اللي هو داخل عليه. ده بالنسبه للديب ويب. طب الدارك ويب، انا عارفه ان معظم اللي بيتعاملوا فيه اللي هم المرضى النفسيين اللي هم بيتلذذوا بالجرائم، مشاهدة جرائم الرعب والعنف، وعرفت كمان ان هو يعني اكتر حاجة اللي هي تعذيب الاطفال. صحيح. طيب، اللي احنا بقى نقوله ده لا يصدقه عقل، الا طبعا اللي خاض التجربة. وانا لا انصح ابدا اي حد من المشاهدين ان هو يتبع اي تجربة نازلة على اليوتيوب، او حتى اي تجربة حد نصحه بيها. بالنسبة للدارك ويب، اللي بيحصل الدارك ويب ده الجانب المظلم المتواجد من الانترنت، ده بنقدر ندخل من خلال الديب ويب، من خلال متصفح اسمه تور او متصفح البصله. سموه ليه كده؟ لان هو بيبتدي يغلف الاي بي بتاعنا وبياناتنا ويشفرها ويحجبها، فمفيش حد بيبقى عارف هويتنا. طب لما تدخل على الدارك ويب ده، حضرتك بتلاقي ايه؟ بتلاقي كل المواقع المحجوبه على مستوى العالم. بنلاقي حضرتك ايه؟ بتلاقي موقع مثلا لتجاره المخدرات بكل انواعها، تلاقي موقع لتجاره كل انواع الاسلحه،
تلاقي موقع لتجارة الأعضاء البشرية، تدخل كده حضرتك تلاقي زي سوق دوت كوم، إن أنا داخل بتفرج على السلع، تلاقي بقى عين، تلاقي رجل، تلاقي حاجات لا يصدقها والدعاية فعلا المقننة. عقل. بنلاقي كمان إيه؟ يعني عندنا مثلا موقع اسمه القاتل المحترف، القاتل المحترف ده حضرتك بتدخلي تستأجري قاتل علشان يقتل أي حد، تبتدي تبعتي له صورة الضحية وعنوانها، يحدد والمكان اللي هي ساكنة فيه، يحدد مصاريف الشحن، ويقول لك القتل بتكلفة كذا زائد مصاريف الشحن، وتكلفة كلها زي كده. اي سلعة احنا ممكن بالظبط، بنشتريها من على يعني النت، الناس هتقول ده خيال، ده احنا بنتفرج عليه في الأفلام الأجنبية، لا ده بالفعل واقع متواجد بالفعل. داخل الدارك ويب. وحاولت الحكومات على مستوى العالم إنها تكافح بعض المواقع ده، وبالفعل المواقع اتقفلت وبترجع يا بيقودها تتفتح منظمات إجرامية. تاني. عايز اقول هنا حاجه، يعني الكارثه كلها ان حتى التداول بيتم عن طريق عمله البيتكوين، البيتكوين والبيتكوين دي عمله رقميه مشفره مش بنقدر ان احنا نلمسها، وللاسف ابتدينا نتعامل بيها هنا في مصر وفي دول كتير عن طريق ان احنا ممكن ندفع بيها فلوس، او ان احنا نحولها لاي عمله اخرى، بيحولوها لدولارات. يحول من العمله بتاعته للبيتكوين، يبعته على حساب الشخص القاتل على سبيل المثال، فيوصله البيتكوين، هو فيما بعد يحولها لدولار. يبقى اصبح كده ان انا ممكن استاجر قاتل لقتل احد الاشخاص، لا هو يعرفني ولا انا اعرفه، لا هو هيقدر يوصل لي ولا انا هقدر اوصل له، لان ببساطه احنا الاثنين عالم افتراضي داخل عالم افتراضي، لكن احنا مشفرين، محدش يعرف هويتنا. وبنلاقي بقى كوارث من الدعاره الخاصه بالاطفال، او الدعاية الدعاره المقننة الالكترونيه، او تعذيب الاطفال. هنلاقي مواقع متخصصه في خطف الاطفال غرفة الريد روم دي وتعذيب اللي الغرفه دي على سبيل المثال، بنلاقي ان احنا بندخل جوه، يدخل الشخص المريض او الشخص المريض الدموي، النفسي. يختار طفل او يختار شاب مراهق، وبيديله خيارات، عايز تتفرج ولا تتحكم تحكم تام ولا تصدر اوامر. فاحنا لما ابتدينا يعني نتعرض للتجارب بتاع الناس دي، بنلاقي ايه؟ ان التحكم الكامل ده ان انت بتدخل يجيب لك طفل او يجيب لك مراهق تتحكم فيه، انت عايز شخص يقطع له ايده، عايز شخص يعذبه، تبتدي يتفرج على ده بيختار اونلاين بشكل بيحدد كده. لايف. فاحنا بنقول للناس كلهم احترسوا اطفالكم ومراهقينكم في خطر، ادخلوا على اليوتيوب يتفرجوا على الكلام ده، مش من الصعوبة ان هم يحملوا متصفح التور ويبتدوا يدخلوا، لان الرابط اللي هنا صعوبة الدارك ويب في ايه؟ ان الموقع مش بتعملي سيرش عنه فيظهر، لازم يبقى معاكي رابط الموقع علشان تقدري تدخلوا ليه. لكن للوهلة الاولى بقول لحضرتك، انت اول ما بتدخل على اي استأذن موقع حضرتك استاذ من عبد الله، مواقع الدارك ويب بيتم اختراق كل اجهزتك، وبعد كده ممكن تساوم ويحصل لك مشاكل كتير. استأذن حضرتك للأسف من ضيق الوقت اضطرينا ان احنا الحلقة انتهت، ويا رب تكون الحلقة نالت اعجابكم ومزيد من الحلقات الخاصة بالجرائم الالكترونية، لان هو موضوع شائك جدا ومش هيقف عنده الكلام، لان هي تعتبر جريمة العصر، قضايا واسرار، صوت من لا صوت له. السلام عليكم.